فيديو جديد من فيديوهاتنا، يا رب يعجبكم. هنرسم النهاردة بنوتة كيوت خالص. خليكم معايا بالخطوات، ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل لايك وشير الفيديو، سيبوا لي كومنت من كومنتاتكم اللي بتساعدني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا احنا خلاص عرفنا ان انا قبل اي حاجة بحدد مكان الرسمة بتاعتي بالقلم الرصاص بخط خفيف خالص، وبعد كده ابدأ احط التفاصيل زي ما متعودين في الفيديوهات اللي فاتت كلها. ده بس للناس اللي اول مرة تتابعني.
طبعا مرحلة التلوين بتبقى متسرعة، لكن احنا نلون على مهلنا وبراحتنا. ده للأطفال الصغيرة اللي بيشوفوها، ما تستعجلوش، ولو ما شفتوش درس ازاي نلون صح ارجعوا شوفوه قبل ما تلونوا.
وبكده بقى خلص الرسمة بتاعتي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، يا رب تقدروا تنفذوها وتبعتوها على الجروب على الفيسبوك، وما تنسوش اعملوا لايك وشير الفيديو، سيبوا لي كومنت تحت الفيديو عن رأيكم فيه، ولو عايزين اي شخصية اكتبوا لي في كومنت وانا اعملها لكم في فيديو منفصل. وما تنسوش فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو مش عامل سبسكرايب للقناة ياريت يعملوا. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير على خير.